أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أديس أبابا، وباعثها مستمع يقول: مختار أحمد. الأخ مختار له جمع من الأسئلة، سؤال له يقول فيه: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تستخدم الدواء الذي يمنع الحمل كالحبوب أو الإبر أو ما شابه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، فإن تعاطي ما يمنع الحمل فيه تفصيل. إذا كان ذلك لضرورة، لأن قرر الأطباء أن هذه المرأة إذا حملت يكون على حياتها خطر من وجود الحمل، فلا مانع من أن تأخذ ما يمنع الحمل، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، ولأن هذا فيه دفع مضرة متوقعة. أما أخذ ما يمنع الحمل من غير ضرورة وإنما كراهية للحمل أو تأثرا بدعوة من يقولون بتحديد النسل أو ما أشبه ذلك من الدعايات الباطلة، فإن هذا لا يجوز. والحمل مطلوب في الإسلام، والإنجاب مطلوب في الإسلام، تكثير الذرية مما يقوي المسلمين ويكثر سواد المسلمين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تزوج الوليد، وقال: إني مكافر بكم يوم القيامة ومكافر بكم الأمم يوم القيامة. فلا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل بدون ضرورة يقررها ثقات من الأطباء. وأما تعاطي ما يؤخر الحمل ولا يمنعه وإنما يؤخره لفترة، فهذا إذا كان لحاجة، فأن تكون الأم ترضع طفلا وإذا حملت يتضرر الطفل أو تتضرر هي، فلا مانع من أخذ ما يؤجل الحمل لفترة تكون الأم فيها مستعدة لاستقبال الحمل الجديد. وعلى كل حال، فإن الحمل مطلوب شرعا، ولا يجوز أخذ ما يؤثر عليه أو يمنعه إلا لضرورة متحققة. نعم.